السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين شركة ادوب، شركة العملاقة اللي عاملة في الشوب وادوب بريمير، وعاملة افتر افكت، وعاملة برامج قوية جدا في الفيديو والصور. دلوقتي هي عاملة حاجة اسمها ادوب اكسبريس، فيها اغلبها حاجات مجانية، من ضمنها مثلا ان انت تقدر تعمل لوجو. لو جيت هنا في كرييت هتلاقي في حاجات كتيرة جدا بتتعمل على ادوب اكسبريس وكلها مجاني ومش محتاج ان انت تدفع فلوس. انا اخترت فري لوجو ميكر ان احنا نعمل لوجو، هقول له كرييت ناو، لا يطلب منك فيزا ولا يطلب منك فلوس ولا حاجه خالص، وكل ده اونلاين. فهو بيقول لك طب انت ناوي تعمل ايه؟ مثلا مطعم، طب هتسميه ايه؟ وليكن مثلا خلي مثلا كافيه، تمام، وهقول له مثلا هسميه مثلا عمر كافيه، على الله اشرب قهوه ببلاش، تمام. ومثلا هيبقى موجود فين؟ السلوجان، الشعار اللي تحت الكوفي. طيب اني ستايل بقى انت عايزه؟ في ستايلات كتيره تقدر انت تختار منها، تبدا تشوف اني ستايل فيهم اللي عاجبك. طيب ممكن مثلا نختار ايه؟ نختار ده مثلا مودرن. بيبقى بقى يديك شوية ايقونات كده ممكن تختار منها. لاحظ ان كلهم على شكل قهوة، وليكن مثلا دوت. طيب هقول له نيكست، يبدأ بقى يعمل لك الديزاين للوجو. عمل اهو عمر كافيه، عمر كافيه، بدأ يكتب الكلمة وبيعملها بأشكال كتيرة زي ما انت شايف. فعمل لنا اللوجو بدون اي تكلفة وبدون اي فلوس ولا خالص، مش واحد بس، ده في كتير يعني، كل ما استنى شوية بتلاقي في حاجات كتير ظهرت لك.